حكم ممتاز، قدم مباراة ممتازة جدا وتحكم فيها بصعوبتها وبالمشاكل اللي صارت فيها. ما خان هذا الحكم هو أنه الحكم الرابع اللي كان تونسي ومراقب اللي كان تونسي نصر الجوادي لم يساعدوه بتمكينه من ما يقوله النص القانوني في كرة القدم التونسية، لأن المسائل هذه هنا ثم أمور موجودة في الريغلمان في كل اتحاد تجم تختلف. من بين ذلك أنه المباراة هذه نورمال مو عند إصابة المساعد مدرب الترجي وبالدم هابط تتوقف المقابلة بالقانون. شاهدناها الصورة هذه في كم من ملعب يا سي عبد الباقي ما وقفتش فبالك في دربي والدنيا سخونة. هو كان جاء كان علموه بالقانون التونسي وقفها ما يخافش، هو عراقي هو عايش القنابل هابطة مش الشماريخ متاعك. قنابل هابطة نورمال عنده يبدأ يسمع يشوف الدخان طالع معناه هو يزفر في ماتش. خلي باش تخوض ديجا شفت برود الدم والبارح أنا أبهرني معناه ماهوش هنا. ويضحك ويتبسم ومشى اموره وجسكوبو على المستوى الفني براتيكمون سون فوت عدي هالماتش. التقدير الوحيد اللي عمله خاطئ في ضربه الجزاء رجع الفار وعطاها.